بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله وأتوب إليه. اليوم في العشية هذه حبيت نشارك معكم هذا الكاتو، سهل وبسيط. المكونات تاعو ثاني سهلة وبسيطة، يوجد في 2 دقائق. مكونات شنو هي؟ فارينة، كاس تاع فارينة، نفس الكاس تاع الزيت، نص كاس تاع سكر احرش، نديرو بيضة ونديرو نص ساشي تاع خميرة تاع الكاطو. هذا مكان نخلط المقادير الكل مع بعضها حتى نحصلوا على عجينة متماسكة. كما قلت هذه هي العجينه اللي نتحصل عليها، عجينه متماسكه. نشكل كويرات صغيره، بهذا الشكل هذا نكمل العمليه اللي عندي اكل ونرجع. وهذا هو الشكل تاع الكاطو، نديرو في صينيه وندخلو للفور يطيب من تحت ومن فوق. نعطيكم الشكل النهائي تاعو. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو اللي درتو. تجي البنه تاعو كي البنه تاع الكوكيز، يعني هو هذا درتو انا ساده ما في حتى حاجه، يجي كيفو. كيما قلت كاطو سهل وبسيط، المكونات تاعو يعني بسيطه ويوجد في 2 دقائق. كما شفتوني خلطت المقادير كل مع بعض. هذا هو الشكل تاعو، مليح هكذا مع القهوه تاع العشيه ولا القهوه تاع الصباح. درت قهوه وحليب مع الكاطو هذا. حبيت نقول بلي اليوم المورال تاعي والمعنويات تاعي راهي مرتفعه بزاف وفرحانه. الحمد لله رب العالمين. اللي عنده اهداف ان شاء الله ربي يلحقوا لها، وان شاء الله ربي يسهلوا الامور باش يحقق الاهداف تاعو. وشن هي؟ لا ياس، ما تيأسوش. انا من ناحيه للبارح كنت شويه هكذا فاقد الامل في الاهداف تاعي، وكنت نحاول اني نشجع روحي باللي زعما رايحه نوصل. بصح اليوم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فتح لي ربي ابواب هكذا، ونقول الحمد لله الحمد لله يا ربي.
النصيحه اللي نمدها انا نقول باللي حاولوا على قد ما تقدروا كي تعودوا قاعدين مع اشخاص، انه الوقت اللي راكم قاعدين مع هذوك الاشخاص استغلوا هذاك الوقت على قد ما تقدروا، استغلوه في الايجابيات. كيفاه يعني؟ اطرحوا اسئله، حاولوا تفهموا، ومش عيب الواحد انه ما يعرفش، العيب انه الواحد ما يعرفش ويدير روحه عارف، هذا هو العيب. اللي ما يعرفش يسقسي، يستفسر، يحب يفهم. الانسان هذا قد ما كبر ما يقولش انا خلاص فهمت الدنيا وتعلمت، لا، طول ما رانا في الدنيا هذه وطول ما راي الايام تمشي، طول ما رانا قاعدين نتعلموا، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اللي رانا قاعدين كل خطرة نتعلموا، ونتعلموا في الحوايج الايجابيه مش السلبيه، الحمد لله رب العالمين. وبربي ان شاء الله بالعقل ونطوروا من حياتنا ونلحقوا الاهداف تاعنا بحول الله. الحاجه اللي حبيت نشاركها معكم اليوم وشنو هي؟ شوفوا ايديا بهذا الشكل كيما راهم هكذا. هذا الشكل تاع اليدين، هذا هو اليدين تاع وحده تغسل الماعن وتغسل القش وتسيق الارضيات وتتليح للماء بزاف ودير الماكله، تعجن الكسره، يعني تتليح للزيت والملح والعجين. يعني هذو الايدين تاع وحده ربت بيت، هذو ما ايديها بهذا الشكل هذا. رايحين نلحقوا واحد الفكره باللي الانسان يقدر يغير في الشكل تاعو، وهو اللي يتحكم في الشكل تاعو. يعني كي يحب الانسان يقوم بروحه يقوم، كي يحب الانسان يهمل روحه يهمل روحه. يعني كلش في ايدينا احنا، هذا بالنسبه للشكل. شوفوا ايديا، نحاولوا انه نغيروا في الشكل تاع ايديا شويه، يعني كيما نقولوا حنايا شعره، نغيروا فيهم شعره تراش. شوفوا ايديا نحسهم تبدلوا ولا ما تبدلوش؟ اول حاجه نديروها واش نهي، نغسلوا ايدينا مليح، ننظفوا الاظافر تاعنا، ننظفوهم، واش كاين فيهم وسخ ولا كشما، كان شمع ما على بالناش حنا واش كاين تحت الظفر، ننظفوهم. وكيما قلت هذو الايدين تاع ربه بيت، يعني مرة تاع دار عاديه اللي تصلي وتصبغ الوضوء وتقوم كيما نقولوا بالاعمال تاع المنزل وهذوك الحوايج. كيما قلت رايحين نبدلوا شويه في الشكل هذا، نعطيهم واحد الهيئه هكا. رايحه نستخدم طلاء الاظافر، وطلاء الاظافر اللي رايحه نديرو، رايحه ندير طلاء الاظافر تاع الصلات. واش معناتها تاع الصلات؟ يعني طلاء الاظافر اللي نديرو في الاظافر تاوعي، وكي يلحق وقت الصلات نحي هذاك طلاء الاظافر ونصبغ الوضوء عادي، وكي نكمل الصلاه تاعي نولي نعاود ندير طلاء الاظافر. يعني كيما نقولوا الصلاه تاعي نصليها قد قد. نبداو بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الشكل هذا، شوفوا ديجا بدا يبان الاختلاف، فرق ما بين كانت ايدي ما فيهاش طلاء الاظافر تبان عاديه، كي ندير لها طلاء الاظافر تعطيها واحد اللمسه هكذا. يعني كلش في ايدنا احنا، احنا نبدلوا في الشكل تاعنا وحنا نهملوا الشكل تاعنا، كلش 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 في ايدنا، كلش في ايدنا. نكمل الاظافر تاعي اكل ونرجع لكم. دركا هذه ايديا بعد ما درت لهم طلاء الاظافر، كما راكم تشوفوا طلاء الاظافر يعطي واحد اللمسه للايد ويعطي واحد الهيئه للشخص. ممكن شيء يعني يعطيها هيئه مختلفه. هي مراه تاع دار كي تعود مدايره زعما الفيرني هكذا تبان كي شغل مراه، بصح ماهيش تاع دار، زعما طلاء الاظافر ما على باليش. كما قلت طلاء الاظافر يعطي واحد اللمسة ويعطي واحد الهيئة للشخص، ما على باليش ممكن يبدل شوية هكذا في اليدين. احنا واش رايحين نديرو؟ رايحين كما قلت هذا طلاء الأظافر هذا تاع الصلاة، يعني كما نقولو حنا يطير يتقشر. واش رايحين نديرو؟ رايحين نحيو هذا طلاء الأظافر
بهذا الشكل هذا هكذا، ونبدلو في الشكل تاع الاظافر تاعنا شويه. رايحه نحي الاظافر كامل بهذا الشكل هذا، ونزيد ونبدلو في الشكل تاع الايدين تاعنا اكثر من هكذا، نعطيهم واحد الهيئه تاع مراه لا علاقه بالدار. سما كي نقول لا علاقه بالدار يعني مش مراه عايشه برا، وانما مراه ما تسيقش وكما نقولوا حنا ما تغسلش القش بيديها وما تنظفش الارضيات بيديها. رايحه نكمل العمليه هكذا ونرجع لكم. رجعوا ايديا كما كانوا في البدايه، خلاص زعما ايدين تاع مراه تاع الدار تاع ربة بيت. و هذا الشكل هذا رايحين نبدلو في الشكل هذا. كيف رايحين نقلبوهم؟ رايحين نبدلو ستيل طول. واش راح نديرو؟ اول حاجه رايحه نديرها هنخدم هكذا، ندير كميه كبيره كما قلت. رايحه نبدل في الشكل تاع ايدي اكثر من هكذا. واش راح ندير؟ ندير كميه هكذا بهذا الشكل. نحسب مده 5 دقائق برك وخلاص. نزيد نفس الطريقه، بنفس الطريقة راح ندير كمية كبيرة هكذا. نحسب على الأقل واحد من 1 حتى 5. خلاص هكذا نكملوا نفس العملية. هذا يلزق ما يتنحاش حتى قداه يحكمه. نحبو نخليوه في ايدينا يحكم حتى ل 15 يوم حتى للشهر. كي نعودو نحبسو نحيوه، نديرو ماء سخون برك هذا مكان. ثاني نحسبو 1 2 3 4 5 بهذا الشكل. رايحين نكملو العملية اكل. الهدف تاعي من الفيديو هذا وشني هو؟ انه ما نحكموش على الناس من خلال المظهر. المظهر راه يتبدل لكن الجوهر هو هو. ثاني نفس الطريقة نحسبو 1 2 3 4 5. رايحة نكمل ايديا اكل ونرجع. هذا هو الشكل تاع ايديا بعد ما درت لهم هذا الاظافر. الاظافر بالشكل هذا يبانوا باللي اظافر اصطناعيه، يبانوا كيما نقولوا حنا باللي مركبين. حنا نحاولوا كيفا نغطيوهم نقلبوهم يبانوا باللي اظافر كيما نقولوا حنايا طبيعيه. واش رايحين نديروا؟ رايحين نديروا طلاء الاظافر بنفس الطريقه تاع الخطره اللي فاتت، بصح شنو شويه برك ننوعوا فيها. واش رايحين نديروا؟ نختار اللون هذا اللي يكون عاتم ولا فونسي بهذا الشكل. نديرو 4 اظافر نفس اللون، واللون برك نديروه مختلف باش يعطي واحد نظره هكذا للايد. وكيما قلت قبيله نعاودها 1000 خطره. الشكل تاعنا حنا اللي نتحكموا فيه، وكل واحد يعرف الناس به من خلال المظهر تاعو. دوك انا واحده تدير ظفارها كيما هكذا تعطي نظره للناس عليها بلا ما تهدر، يهزوا عليها واحد النظره. واحده اللي منحيه ظفارها
وما ديرش ليها الاظافر، تعطي للناس نظره عليها. يسمى الناس في وقتنا هذا احنا راهي تحكم على المظهر، ماهيش تحكم كيما نقولوا حنايا على واش كاين في الجوهر. بهذه الطريقه هذه راح نكمل الاظافر تاعي وكل نرجع. هذا هو الشكل تاع الاظافر تاعي بعد ما كملتهم. انا واش درت؟ درت ربع اظافر نفس اللون وخليت هذا، ودرت اربع اظافر نفس اللون وخليت هذا. دونك هذا اللون اللي لهنا وهذا اللون اللي لهنا رايحه نديرهم لون مختلف باش تجي كيما نقولوا حنايا الايد.